بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد النهاردة في ظل متابعتنا للتعليمات التنفيذية والكتب الدورية اللي بتصدر عن مصلحة الضرائب. يمكن النهاردة حد من متابعين القناة على صفحتنا على الفيسبوك، كنت أنا نشرت فيديو خاص بحساب الربح، صافي الربح للسيارات الأجرة والنقل حتى 5 طن حسب آخر التعليمات التنفيذية اللي هي رقم 86 لسنة 2022، وكنا عملنا مثال رقمي ده يمكن نزلناه حوالي من 4 شهور كويس، وكنت بعيد نشره مرة أخرى. وبعدين حد من المتابعين الأستاذ محمد كمال نبهني لحاجة مهمة قوي، التعليمات دي نزلت زي ما حضراتكم شايفين في 16/10/22، وقال لي ده في تعليمات تذكيرية نزلت أو استدراك نزل بشأن هذه التعليمات. احنا طبعا كنا شرحنا التعليمات واخد بال حضرتك اللي هي رقم 86 دي سوا زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي كمان ادينا يمكن مثال رقمي بالاكسل شيت، كنا عملنا اكسل شيت لو حضراتكم تفتكروا، وحسبنا او شرحنا فيه كيفية حساب صافي الربح. والاستدراك اللي بعته لي الاستاذ محمد دوت كان في الاتي، طبعا كان التعليمات دي بتقول ان هيبدا التنفيذ بتاعها من 22، يعني لو انا رجعت كده للبند 7 هتقالكم هنا على البي دي اف احسن، دي هنا برضو كانت القواعد واسس المحاسبه لسيارات الاجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن، وجينا في البند رقم 7 وكان بيقول يتم العمل بالاسس الوارده بالتعليمات عن الفتره الضريبيه 22 او الفتره الضريبيه التي تنتهي في اليوم التالي لاصدار هذه التعليمات، يعني معنى كده ان 22 كان معانا. لما نزلت التعليمات 11 لسنه 23 بيقول سبق ان اصدرت المصلحه التعليمات التنفيذيه رقم 86 بشان قواعد واسس المحاسبه الضريبيه لسيارات الاجره والنقل الخفيف حتى 5 طن، ونظرا لحاله الاختلاف بشان تحديد النطاق الزمني لتطبيق القواعد والاسس الوارده وحرصا من المصلحه على ازاله الغموض والجدل وتمشيا مع المنظومه الالكترونيه لمصلحه الضرائب وبرنامج محاسبه نشاط السيارات حتى الخفيف والنقل الخفيف حتى 5 طن، وفي هذا الصدد نؤكد او تؤكد المصلحه الاتيه: يستمر العمل بالقواعد والاسس الوارده بالتعليمات التنفيذيه رقم 13. طبعا كل التعليمات دي احنا حاطين لها لينكات تحت، تقدر حضرتك ان انت تحملها مفيش مشكله، لسنه 2012 و29 لسنه 2015 برضو احنا نزلناها لكم. خلاص ماشي. بالنسبه للسنوات 22 وما قبلها، يعني اذا سنه 22 هتتحسب واخد بال حضرتك بالاسس الوارده في القرارين 13 لسنه 12 و29 لسنه 2015، ويتم العمل بالقواعد والاسس الوارده بالتعليمات التنفيذيه رقم 86 اللي هي نزلت واخد بال حضرتك زي ما احنا اتفقنا سنه 22، ويتم العمل بالقواعد والاسس الوارده بالتعليمات 86 لسنه 22 اعتبارا من الفتره الضريبيه تبدا من 1/1/23. اذا التعليمات 86 دي لن يتم اعداد الاقرار بتاع 22 عليها كويس، ولكن سيتم اعداد الاقرار الخاص ب 22 طبقا للاسس الوارده بالتعليمات رقم 13 و29 بالنسبه للسنوات 22 وما قبلها. وفي ضوء الورد بالبندين 1 و2 اللي هم دول، يلغى المسلسل رقم 7 من البند رابعا. لو رجعنا كده للتعليمات 86 تمام، هنلاقي ان 7 زي ما احنا شفنا دلوقتي بند رابعا اهو، رابعا 7 ان هو بيقول هنا يتم العمل بالاسس الوارده بالتعليمات عن الفتره الضريبيه 22، اتلغى الكلام ده، وبالتالي واخد بال حضرتك يجب ان احنا ناخد بالنا واحنا بنعمل او بنحسب صافي الربح للاجره والنقل الخفيف حتى 5 طن ان احنا سوف يتم التعامل او الحساب بناء على تعليمات تنفيذيه 13 والتعليمات التنفيذيه رقم 29. وزي ما انا قلت الفيديو اللي احنا يمكن عملناه مع حضراتكم للتعليمات 86 هيبقى نفس الكلام، احنا طبعا كنا سايبين لحضراتكم الملفات تحت اهو تمام، فبالتالي حضرتك نفس الحسبه دي هتعملها ولكن بناء على التعليمات اللي موجوده في القرارين المشار اليهم سالفا اللي هم 29 لسنه 2015 و13 لسنه 2012. ده استدراك سريع بس عشان حضراتكم تلحقوا تاخدوا بالكم. متشكرين ليكم للمتابعه، وان شاء الله يعني نشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا فيسبوك والتليجرام واليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.